الذكرى 67 تنقضي لتأسيس الإذاعة السرية، ولا تزال الأسرة الإعلامية تستحضر البطولات الجسام التي قدمها الرائيل الأول في إبلاغ رسالة الجزائر عبر خط ثوري ملتزم، مشكلا بهذا أيقونة لنضال وتحرر لإعلام المقاومة في وقتنا الراهن. هذه الإذاعة بدأت تعمل أولا على مستويين، المستوى الداخلي وتعبئة الجماهيرية الشعبية، وعلى المستوى الخارجي إسماع صدى الثورة التحريرية لكل أحرار العالم. جاءت المقاومة الإعلامية لتنضم إلى المقاومة المسلحة، إلى المقاومة السياسية، وإلى المقاومة الدبلوماسية. واليوم ثبتت هذه الرؤية. العدو الصهيوني الغاشم خسر تأكيدا عقيدة معركة الأخلاق، خسر معركة الإعلام. تأتي هذه الذكرى بالموازاة مع تدشين المقر الجديد للإذاعة الجزائرية بسيدي بلعباس، الذي سيساهم في إعطاء نفس إضافي للإعلام الجواري. اليوم ها نحن نستغل هذا الفضاء الإذاعي الجديد الذي المؤكد سيزيدنا عزما وإرادة وقوة واحترافية في مردودية ناجحة بإذن الله. ربما حتى في شبكتنا البرامجية قد يضيف بعض الأشياء، بعض الحصص التي كنا في أكثر من حالة نحتاج في كثير من الحالات إلى مدرجات حتى يتم الإفصاح عن كثير من البرامج. إذا سيدي بلعباس مطالبة في إقليمها أن تبرز المجهودات التي بذلتها الدولة الجزائرية. الرئيس عبد المجيد تبون يعني أطلق مشاريع طموحة، ومية بالمية أنه ولاية سيدي بلعباس استفادت من هذه المشاريع في كل مجالات. الشيء الثاني يتعين على الإذاعة كذلك أن تطور نفسها، أن تطور نفسها خاصة مع التكنولوجيات الحديثة. كما تم بالمناسبة تكريم عدد من الصحفيين الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف من مختلف الإذاعات الجزائرية، إضافة إلى تفقد مجموعة من المرافق التابعة للقطاع.